أخي سلمان راكب راسه وقال إنه رح يدبر أموره من مكان تاني في حال صار في مشاكل بأمور التسليم. بهالفترة انجبرنا نوقف كل الحمولات أخي، لأنه هاي الحادثة صارت السبب بلفت انتباه علي رضا علينا. إذا صار هذا الشيء وعمل اللي عم يدور براسه رح يفرحوا منافسينا. سلمان من حبايبك القدامى وأكيد ما رح يردلك طلب، أصلاً نحن ما رح ننطره كتير. إذا صبر 10 لـ15 يوم بكفوا. أخي ما بخفيك الشركاء بلشوا يدوجوا لأول مرة بالمجلس، ولو على الخفيف يعني عم نسمع شغلات ما منحبها. عمرة 23 سنة هيك قالوا لي. الله يرحم صبيه. آمين أخي، هالبنت هيك قدرها. صار اللي صار ومات اللي مات. أنا ما فيني رجع لهم بنتهم، بس رح أعمل كل اللي بيطلع بإيدي كرمال خفف لهم وجعهم. فؤاد، أنا قبلت من سنين كان عندي ولدين وخسرتهم. الله لا يختبر حدا بولاده أبداً، وإن شاء الله ما بتدوقوا لهذا العذاب. بس إذا صاروا دقتوا كنت رح تعرف إنه هيك جرح مستحيل إنك تنساه. أخي يمكن مو وقت هالحكي هلأ، بس بما أنه انفتحت السيرة عندي كلام بدي أقوله بهالخصوص إذا بتسمح لي. قبل 8 سنين وقت اللي كنت عم انتقم لمرت أخي وولادك، عفيت عن روح واحد ابن رجب كان لسه صبي. معناتها كبر الولد. مو بس كبر، واللي سمعته كمان إنه بلش يخطط ويرسم يمين وشمال. لما فلح بكم شغلة راسه ما عاد حمله، وعم بيقول حكي مثل رح أرجع كل ثروة أبي. كان صبي لما عفيت عنه. أنا عملت اللي بلي باسمك وقتها، وبعرف إنه هذا التصرف الصح. أما إذا بتقلي إنه هلأ الوقت المناسب، شي حلو. اسم الشاب سعدي. أنا ورثة أبو ما قربت عليها، أخذت روحه مقابل روحي. ورثته أنت اللي أخذت فؤاد، وأخذت مكاني وترأست شغلي. وطالما الولد ما بده يرجع ياخذ بيتار دم أبوه، فأنا برات الضرب كله فؤاد. سلمان بعمره ما رد لي طلب، بعرفه من زمان، حاكي ضمن الأصول. بس انت شلون رح ترتب أمورك خلال هال15 يوم؟ أمي يلا قومي نامي لك شوي، ليكي ما ضل حدا. يلا قومي ارتاحي، عيونك رح ينشفوا من البكا يا روحي. أسيل ساعديني بنتي. يلا ماما تعي ستي. قومي you
الباقية بحياتكم. انتي بأي عين جاية لهم؟ من تحت راسك خسرناها لأختي. نحن لهلأ طبعاً ما طلع لنا حس وما حسبنا يلي عمل هيك، بس ما رح نسكت عن حقنا. اصحك تدقي هالباب مرة تانية وبعدي عن علي رضا أحسن لك. بتكفينا حرقة قلبنا عن نهال.